الاثنين، 23 ديسمبر 2019، العاصمة في يوم تلبدت فيها السماء بغيوم وأطلت الشمس بحياء في الأفق. الناس في غضب ورواح يستقبلون يومهم، يوما جديد. ولم يكن أحد يدري أن بالمستشفى العسكري بعين النعجة قد وصل جثمان الفريق أحمد جايل صالح بعد أن تعرض لسكتة قلبية وفته المنية على إثرها. الخبر نزل صاعق على الجزائريين وصاروا بين مكذب ومصدق، لكن لا مرد لقضائه. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. رحل القائد الفذ المجاهد المخلص الذي في عصره لم يجع جنديا شهادة من عاصروه، لم يظلم من كان له حق شهادة من رافقوه، لم يخيب شعب في مطلبه شهادة من طالبوه. نم قرير العين يا فريق، فقد تركت خلفك كم من رفيق، وتركت مجدا يشهده عدو قبل الصديق، وشعبا أبيا لن يحيد عن الطريق.